السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد ياسين بساري، كنتمنى تكونوا بألف خير. الوغ اليوم إن شاء الله في هذا لا فيديو غادي نعملو لا كوريكسيون ديكزارسيس 1 لي زانتيغال سامبل. دونك هادي هي لا سيغي ديالنا، هادي كامل إن شاء الله غادي نخدموها. دونك في هاد الفيديو هدا غنشوفو لا كوريكسيون ديكزارسيس 1. الوغ قبل ما تتفرج في لا كوري ديكزارسيس، دونك حاول ما أمكن تقرا الكور. دونك الكور ديجا نزلتو في يوتيوب محمد ياسين بساري، دونك غادي تجبرو الكور كامل صافي. دونك دابا غادي ندوزو لا كوريكسيون ديال الوغ. دونك انا كنأكد عليها ان الكور مهم، راه الا مكنتش قاري الكور هادشي هدا يبان لك. كل مرة عندنا تكنيك، كل مرة عندنا ميثود جديدة، ما هما نفس لي ميثود كيبداو يتعاودو غير بطريقة مختلفة. دونك نبداو واحد الحاجة نشير لها هو ان الموقع اللي كنزل فيه لي تيدي لي كور لي زيكزارسيس بكوريجي، دونك هو هدا. دونك كوبي هاد لين هدا وغادي تعملو جوجل، غادي يطلع لك الموقع ديالنا من ساري صوتين. دونك هداك هو اللي كنزل فيه هادشي هدا كامل بي دي اف صافي. وبالنسبه للطلبه اللي بغاو قدام، دونك يمكن لهم يتواصلوا معايا في هذا الرقم التالي عبر الواتساب. الوغ نبداو باكزرسيس 1، كالكولي لي زانتيغال سامبل سويفر. دونك طانا 1 لانتيغال 0 بي كوسينوس او كاري اكس دي اكس اكسيتيرا. الوغ نبداو باللولانيه، دونك لانتيغال 0 بي كوسينوس او كاري اكس دي اكس. الوغ كيما كنعرفوا ان الكوسينوس او كاري اكس، دونك عندنا واحد لا فورمي ديالو اللي هو كيساوي 1 زائد كوسينوس دو اكس سور دو. دونك هاد لا دونك هاد لا فورمولا هادي مهمه خصكم تعرفوها. الكوسينوس او كار، كوسينوس او كار راه كيساوي 1 زائد كوسينوس دو زيك سور دو. مزيان، دونك غادي نفرق هادو، غادي تعطيني هي 1 الى 2 زائد كوسينوس دو زيك سور دو. مزيان. الوغ بالنسبه لواحد الكونستون يعني 1 الى 2، لا بريميتيف ديالو هو اكس مضروبه في 1 الى 2، يعني هي اكس الى 2. مزيان. وبالنسبه لكوسينوس دو زيك، الوغ لا بريميتيف ديالها اللي هي سينوس دو زيك سور سور لا ديريفي دو زيك اللي هي 2. وبالتالي غادي تعطيني سينوس دو زيك سور 4. علاش؟ حيت جوج غادي تخرج من هاد لا ديريفي هادي، عاد غادي تضربها في هاد جوج هادي، دونك غاتعطيني 4. ابخي غادي نعاود ببي، هادشي هادا كامل نعاود ببي ناقص، او هادشي هادا كامل نعاودو بزيرو، في الاخر غيعطيني بي سور 2. مزيان. دابا غادي ندوزو للتانية، هي لانتيغرال 0 1 ارك كونجونت اكس دي اكس. الوغ فهاد اللحظة هادي غادي نخدمو انتيغراسيون باغ بارتي. مزيان. دونك انتيغراسيون باغ بارتي غالبا ما كنستخدمو لا فورميل البيس، يعني لي كتجي دونك كل حرف من البيس من الكلمة البيس يعني كنقصدو بيها واحد الحاجة. مثلا ا كنقصدو بيها ارك طونجونت، ارك سينوس، ارك كوسينوس. بي كنقصدو بيها لي بولينوم، ال كنقصدو بيها الالين، او كنقصدو بيها اكسبونونسيال، او اس كنقصدو بيها سينوس كوسينوس اي طونجونت. مزيان. دونك فهاد اللحظة كتلاحظو انايا عندي لانتيغرال ارك طونجونت، يعني ان فهاد اللحظة الا بغيت نخدم البيس، دونك اول حاجه يمكن لي نعتبر ان البيس يعني كيكون على شكل برودوي ديال فونكسيون في لا ديريفي ديال فونكسيون اخرى. يعني ان مثلا يمكن لي نعتبر ان الارك طونجونت مضروب فايش مضروب في واحد، وواحد شكون هي الفونكسيون اللي عندنا لا ديريفي باش تعطيني واحد اللي هي اكس. دونك اكس الى مثل الديريفي غادي تعطيني واحد، وبالتالي يمكن لي نعتبر ان هادشي هذا كيساوي لانتيغرال 0 1 اكس بريم اللي هي كتمثل هي واحد صافي مضروبه في ارك طونجونت. مزيان. اذا من هنا لهنا ما عملنا والو، يعني غير بينا شكون لا فونكسيون وفاش مضروبه في الديريفي ديال فونكسيون اخر. اوبسي انا نستخدم هنا القاعده ديال الانتيغراسيون بار بارتي اللي كتعطيني ارك طونجونت مضروبه في اكس موان لانتيغرال اكس مضروب في ارك طونجونت اكس، ولا ديريفي ديال ارك طونجونت اكس اللي هو واحد الى واحد زائد اكس او كار. فاش غادي تضربو في اكس غاتعطيني اكس الى واحد زائد اكس او كار. دونك بالنسبه لهاد القواعد هادو ديجا شفناهم في الكور، يعني ماشي كل ساعة نبداو نفكرو فيهم. دوك ديجا شفنا هادشي هدا كامل في الكور، هاهما. دوك ديجا قواعد كاملين شفناهم في الكور، لانتيغراسيون باغ بارتي، شونجمون دو فاريابل. دوك هادشي هدا كامل ديجا شفنا وعطينا عليه لي زيكزون صافي. مزيان. الوغ دونك دابا يبقى لي دونك هنايا غادي نعاود هادشي هدا كامل بالواحد، ابخي عاود ناقص هادشي هدا كامل ونعاودو بزيرو. مزيان. دابا يبقى لي هاد لانتيغرال هدا خصني نحسبو. دوك هنا يمكن لك تلاحظ ان هادي كتكتب على شكل ياش، نرجع للكور. دونك يمكن لك تلاحظ ان داك لانتيغرال كيتكتب على شكل فايش، دونك هنا ما عندناش كيتكتب على شكل لانتيغرال او بريم سيغ او، وهذا هو اللي غيعطينا الالين لا فالور ابسولي دو صافي. يعني ان فين هي بعدا، يعني ان هاد جوج هاد اكس على واحد زائد اكس او كار، الا مشيتي مثل لا ديريفي المقام اللي هو واحد زائد اكس او كار مثل الديريفي غيعطيك جوج اكس، يعني ان هاد اكس اش خصها، باقي خصها غير نضربها في جوج. دونك غادي نضرب في جوج وغادي نقسم على جوج، وبالتالي غادي يرجع لي هنا او بريم على او، واللي غادي يعطيني الالين د واحد زائد اكس او كار. دونك هنا ما عندناش لا فالور ابسولي، ما عندناش الالين د لا فالور ابسولي د واحد زائد اكس او كار. علاش؟ حيت واحد زائد اكس او كار راه بوزيتيف صافي.
مزيان. ابخي غادي نعوض هنا هادشي هذا كامل بالواحد، ومورا غادي نعوض هاد ناقص هادشي هذا كامل بالزيرو اللي غادي يعطيني بي سور 4 موان اي لين دو سور 2. صافي مزيان. دابا غادي ندوزو للثالثه اللي هي لانتيغرام 0 1 سور راسين 2 3 سور 2 اكس كاري بلس 1 دي اكس. الوغ ني واحد الغابي اللي نذكركم به على الاخ طونجون. دونك الاخ طونجون هو اللي كيتكتب لنا على شكل لانتيغرال او بريم على 1 بلس او او كار، يعني ان اللي كيكون اس اثنان اللي متحس منه فوقي كيكون هنايا بلا ديريفي. الا 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 عملتي هاد لا فورمولا دي دونك كيكون لا بريمتي ديال هادشي هذا هو الاخ طونجون. يعني هنايا يكفي تلاحظ، يعني لاحظ معايا ان هنا عندي عدد ما كيمشي، هنا عندي اكس اس اثنان، اذا هذا هو المفتاح ديالي باش نفكر انا في الاخ طونجون. صافي. اذا هنايا يكفي نعمل ان شونجمون دو فاريابل، غنوضع انا تي اللي هو ياش اللي هو جذر جوج اكس. علاش؟ حيت هذا الا مشيت كتبتو على شكل هادشي هذا كامل كتبتو شكل شي حاجة أس اثنان غادي تعطيني جذر جوج إكس الكل أس اثنان، اللي هي غادي تعطيني جوج إكس أس اثنان، وبالتالي غادي نضع تي اللي هي جذر جوج إكس. علاش؟ حيت هاد جذر جوج إكس هي اللي كتمثل لي ديك أو ديالي. صافي، هي اللي كتمثل لي أو. ديما مشي أس اثنان وحاول تكتب، يعني داكشي اللي عندك هنا حاول تكتبو لك شي حاجة أس اثنان، وهاديك اللي متحدك أس اثنان هداك هو اللي كيمثل لي أو. يعني أنا مشيت أنا لهادشي هذا خرجت منك كتبت حاولت نكتب على شكل شي حاجه اس اثنان اللي عطاتني جذر جوج اكس الكل اس اثنان، اذا او ديالي شكون هي جوج اكس، وبالتالي هذيك هي غادي نوضعها دي. صافي مزيان. دابا اول حاجه فاش كنوضعوا شونجمون دو فاريابل، دونك نرجع نذكركم شونجمون دو فاريابل شحال كندوزو. كندوزو ثلاثه المراحل، اول حاجه كنخسروا لا فونكسيون غادي نعملوا بها شونجمون دو فاريابل، ابخي كنعملوا لا ديريفين اكس، وهنايا فهاد الجهه اخرى كنعملوا ديريفي، ابخي كنعملوا كنبدلوا لي بون ديالي. صافي، دونك ثلاثه لي زيتاب كندوزو منهم. المرحله الاولى خسرنا ان تي اللي هو جذر جوج اكس، المرحله الثانيه كنستخرج اكس باش نعمل لا ديريفي، دونك هنا غادي نمد تي لا جذر جوج اللي هي كتساوي اكس، ابخي نمد دي اكس كتساوي دونك لا ديريفي دي تي لا جذر جوج اللي هي دي تي لا جذر جوج. مزيان، هذه المرحله الثانيه. دونك هذه غادي يعطيني اول حاجه دي اكس شكون هي، هي كنعوضها بدي تي لا جذر جوج. مزيان، هاي دي تي لا جذر جوج كتبقى لي واحد ثلاثه هنايا، وهاد جوج اكس اس اثنان اش كتمثل لي هي تي اس اثنان زائد واحد. دابا خصني نبدل لي بون، يعني من قبل كان عندي واحد لا جذر جوج زيرو، دونك غادي نمشي انا نتي كنقول الا كان اكس كياخد قيمه ديال واحد لا جذر جوج، غادي نعوض اكس هنا بواحد لا جذر جوج، تختار جذر جوج مع جذر جوج غتعطيني تي كتساوي لواحد. مزيان، دابا كنقول عاوت الا خدات اكس قيمه زيرو تي اين قيمه غادي تاخد، دونك جذر جوج مضروب زيرو غادي يعطيني زيرو، يعني تي ياخد قيمه زيرو. مزيان، دونك دابا قضيه واضحه. واخا دابا 3 على جذر 2 هذا كونستون كيخرج، هنا كيبقى لك بقى لي دي تي على تي او كاري زائد 1. صافي، وهذا اش كيعطيني هو الاخ طونجونت، وبالتالي من 0 حتى 1. دونك فاش نعاود بواحد ناقص هادشي هذا كامل نعاود على 0 يعني 3 بي سور 4 راسين. صافي، القضيه هنايا واضح. دابا غادي ندوزو للرابع، كالكولي لانتيغال 3 لو بويسونس 1 سور 4 1 ديال اش ديال اكس على 1 بلس اكس لو بويسونس 4 دي اكس. دونك ني شباب على الباقي عندنا اخ طونجون، يكفي تلاحظ ان هاد اكس على بويسونس 4، حاول انا نوضح لكم المعلومه. اوكي ني شباب، يمكنكم تلاحظوا ان 1 زائد اكس اس 4 اوكي ني هي اش كتساوي، هي اكس على ياش على 1 زائد اكس اس 2 اس 2. يعني ان يمكن لك تعمل واحد شونجمون دو فاريابل اللي هو شكون، اللي هو تي كتساوي اكس اس 2. صافي، باش فاش غادي تجي تعمل لا ديريفين هنايا فيني داك لا فورمول ديالي. دونك لاحظ معايا، ها هي او، يعني ان ديما خصو يكون عندي اس اثنان فوقي وفوقي لا ديريفي، يعني لتحت خصو يكون او اس اثنان وفوقي خصو يكون لا ديريفي ديال هاد او. يعني ان في هاد اللحظة هادي هاي هاد اكس اس 4 هانا كتبت على شكل شي حاجة اس اثنان، واصلا انا عندي لا ديريفي ديالها فوقي شكون هو، شحال لا ديريفي ديال اكس اس اثنان هو جوج اكس، اذا يمكن لي هنا نضرب غير في جوج ونقسم على جوج، وانا بينت انا بينت او ديالي ولا ديريفي ديالها. صافي، وبالتالي دونك غادي تعطيني هنايا نعملو شونجمون دو فاريابل اللي هو تي كتساوي اكس اس 2. حنا ماشي كنعملو دوك شونجمون دو فاريابل غير من راسنا، نو راه كنكونو غنخرجو من شي قاعدة غير كنبغيو نبينو وصافي. دونك تي كتساوي اكس اس 2. صافي مزيان، الوغ دابا خصني نخرج اكس باش كنعمل دي اكس.
الوغ اكس اش هي ندخل الجذر هنايا مزيان دوك غادي ندخل الجذر على تي باش غادي تديني اكس دوك هنايا جذر اكس نعطيني لا فالور ابسوليت اكس ولكن هنا اكس عندي بوزيتيف صافي اذا يبقى هو اكس مزيان وبالتالي دي اكس كيساويش هو دي تي على دو راسين تي صافي اسم لا ديريفين هذا اللي هو كتك واحد على جوج جذر مزيان دوك المرحله الاولانيه كنختار شنو جو دو فاري ديالي المرحله الثالثه كنسخر دي اكس والمرحله الرابعه المرحله الثالثه كنبدل لي بو اذا انا كنجيب بحال هنايا الوغ دي اكس ان قيمه كتاخذ هي دي تي على دو راسين تي مزيان هي هي واحد اللي خرجنا جذر تي هي هنايا ودي تي مزيان دابا هاد اكس قلنا شكون هي جذر تي اذا غادي يجينا اكس نعاودها بجذر تي مزيان و اكس يعني لاحظ معايا هنا عندك اكس اس 2 كتساوي تي يعني اكس اس 4 اش كتساوي هي تي اس 2 مزيان وتختزل جذر تي مع جذر تي و ابخي قبل من هيدا خصني نبدل لي بو صافي يعني غادي نجي انا اكس هنايا غادي نقول الا كان اكس مثلا كياخذ القيمه 3 اس 1 ل 4 الوغ تينا قيمه غادي ياخذ يعطيني جذر 3 غنقول عاوز مثلا الا كان جذر 3 الا كان الا كان اكس مثلا ياخذ القيمه ديال 1 الوغ تينا قيمه غادي تاخذ دونك هي غادي تاخذ 1 وبالتالي نختزل هذا مع هذا دونك غادي يبقى لي دي تي على 1 زائد تي او كاري دونك هي اخت طونجون دي تي من 1 حتى جذر 3 وغادي نعاود دابا بجذر 3 ونعاود وحده تعطيني بي سور 24 صافي دابا غادي ندوزو للخامسه الراسين لانتيغرام 0 بي سور 2 سينوس او كاري اكس دي اكس الوغ لاحظ معايا السينوس شكون هو كنا عندنا القاعده هادي كلشي كيعرفها ان الكوسينوس او كاري زائد سينوس او كاري اش كيساوي لواحد يعني يمكن لك ان الا بغيتي سينوس او كاري ديك واحد ناقص كوسينوس او كاري صافي مزيان الكوسينوس او كاري دي حسبناه غير كانوا عندنا لي بوغ نبدل دونك ماشي مشكل نعاودو نحسبو الوغ الكوسينوس ولكن نفس الميثود ان الكوسينوس اش كيساوي واحد زائد الكوسينوس دو زيكس سور دو صافي دونك هادي ساهله دونك هنا غادي تعطيني دونك ابخي غادي نعمل هنايا باش دونك لاحظ معايا هنا غادي نفرق واحد على جوج زائد الكوسينوس دو زيكس سور دو دونك واحد ناقص واحد على جوج عطيني هي واحد على جوج صافي دونك هذا عطيني هو اكس على جوج وهذا غادي يعطيني سينوس دو زيكس سور 4 صافي مزيان دونك غادي نعاود يعطيني بي سور دونك هنايا الاكزيسيس الاول ساهل ماشي شي حاجه دابا غادي ندوزو في كنا وصلنا السادسه دونك لاحظوا معايا السينوس او كاري كتحاول ترجعو على شكل واحد ناقص كوسينوس كتستخدم ديك كوسينوس او كاري اللي كيعطيك واحد زائد كوسينوس دو زيك سيور دونك هنا خصكم تعلمو هاد لي ميثود بحال هادي صافي وهاد خصكم تعلمو عاوتاني شنو المود فاغيي بالنسبه للاخ طونجون صافي مزيان دابا غادي ندوزو للسته اخد ان نحس واحد الانتغرام 0 1 اكس ارك طونجون اكس دي اكس الوغ هنايا واضحه نخدمو حنايا انتغراسيون بار بارت الوغ دابا خصك تبقاش على الاصليه خصك تبقاش على لا فونكسيون اللي غادي تكون بلا ديريف مزيان دابا خصنا نخترو لا فونكسيون ديالنا وخصنا نخترو مضروبه بواحد لا ديريف ديال فونكسيون الوغ كيف ما كنخدمو نخدمو حنايا البيس دونك غادي تدينا الارك طونجون هو اللي كيسبق على اكس يعني الارك طونجون كيسبق لي بولينوم وبالتالي ارك طونجون غيكون هو ديك الداله اللي كنخليوها اف وبالنسبه ان اكس غنحاولوا نكتبوها على شكل لا ديريفي ديون فونكسيون صافي الوغ لا دي الوغ شكون الفونكسيون اللي غادي تدينا ان من لا ديريفي غاتدينا اكس دونك هي اكس دو سيغ صافي اكس على بويسونس دو سيغ دو الا مثلا لا ديريفي غاتديك اكس مزيان دونك غنستخدمو لا فورمي ديال الانتيغراسيون بار بارتي غاتدينا ارك طونجون اكس مضروبه في اكس على بويسونس دو سيغ صافي مزيان ما بين 0 و 1 ناقص لانتيغرال عاوز ديال اكس اس 2 على جوج مضروبه في لا ديريفي ديال ارك طونجون اكس لا ديريفي ديال ارك طونجون اكس هو 1 على 1 زائد اكس او كار صافي باش تضربو في اكس اس 2 دونك غاتعطيك اكس اس 2 على 1 زائد اكس او كار وتخرج 1 على جوج علاش حيت كوس مزيان دونك هاد البركه هادي غادي تعطيني بي على 8 ناقص 1 على جوج وهذا اش غادي يعطيني دونك ناشي نلاحظ لاحظ معايا مزيان هنايا الا مشيتي غير زيد تي اكس اس 2 زيد تي لا واحد غادي تختزل معاك ولكن الا مشيتي زيد تي واحد دونك خصك تنقص واحد صافي مزيان دونك عطيني ناقص واحد لا جوج غنزيد واحد ونقص واحد بحال ما عملت والو ابخي واحد زائد اكس دونك غنفرق دابا واحد زائد اكس اس 2 مع واحد زائد اكس اس 2 باش غادي تختزل ويبقى لي غير الواحد عاود ناقص واحد لا جوج دونك هنا خصكم تردوا بال راه ناقص واحد لا جوج فاش غادي تفرق هادو راه غادي نضربها في هادي عاوز غادي نضربها في ديك ناقص واحد على واحد زائد اكس اس 2 صافي دونك الناقص مع الناقص غادي يعطيني زائد واحد على جوج مزيان غيبقى لي واحد لانتيغرال واحد لواحد زائد اكس اس 2 الوغ هذا اللي هو الداله الاصليه لواحد اللي هي اكس صافي وديك الساعه غادي تعوض بواحد وزير مزيان وبالنسبه لهذا هو الاخ طونجون صافي دونك فاش غادي تعوض غادي يعطيني في الاخر بي سور 4 مو ان دو مزيان
دابا غادي ندوزو لسبعة، غنحسبو لانتيغرال من زيرو ان اكسبونونسييل سوغ الراسين اكسبونونسييل اكس بلوز ا. الوغ لاحظو معايا، ديجا شفنا في الكور هنا في لي زابليكاسيون كنا شفناها ان فاش كتكون واحد لا فونكسيون فيها الاكسبونونسييل يعني لانتيغرال اف، ولكن المتغير ديال كيكون غير اكسبونونسييل، يعني المتغير ديال كامل كتكون كتكتب بجالس اكسبونونسييل ماشي المتغير ديالك هو الاكسبونونسييل. نو بحال غادي نقول لك يعني هو المتغير ديالك هو اكس، ولكن هي كتكتب اون فونكسيون د الاكسبونونسييل. اذا فديك اللحظه كنوضعو شونجمون دو فاريابل ديالي اللي هو تي كيساوي الاكسبونونسييل صافي، وفي الاخر كتعطيني اف لانتيغرال اف اكسبونونسييل اكس دي اكس كتعطيني هي لانتيغرال اف دو تي دي تي سيغ صافي. علاش انا كنقول لكم ضروري ما خصكم تقراو مزيان. دونك فهاد اللحظه هادي اش غادي يعطيني هادشي هذا؟ دونك ما عرفتش هادشي هذا واش كيبان لكم مزيان ولا لا. دونك هادشي هذا غادي يعطيني ياش، دونك انا من شونجمون دو فاريابل هو تي كتساوي الاكسبونونسيال. مزيان، دابا خصني نخرج اكس باش نعمل لا ديريفي. دونك بالنسبه لاكس هنايا غادي ندخل الين، نعطيني اكس كتساوي الين دي تي ابخي دي اكس اش كيساوي هو دي تي سيغ تي. علاش؟ حيت الين دي تي لا ديريفي ديالو هو واحد على تي. مزيان، المرحله الاولى اللي كنختار شونجمون دو فاريابل ديالي، المرحله الثانيه كنخرج دي اكس، والمرحله الثالثه كنبدل لي بون. دابا سيدي الا كان دونك قلنا اكسبونونسييل اكس هو تي، وهاد اكسبونونسييل هو تي، وبالنسبه لدي اكس هو دي تي سيغ تي. دابا غادي ندوزو لي بو. الوغ هنا عندي اكس كياخد قيمه واحد، اذا تي هنا قيمه هي ياخد هي قيمه او، حيت او اس واحد هي او صافي. ولا كان اكس كياخد قيمه زيرو، دونك اكس بوت زيرو هو واحد، اذا تي ياخد قيمه واحد. مزيان، دابا اختزل تي مع هاد تي، هذا غادي يبقى لي دي تي على الراسين دي تي بلوزا صافي. وهاد الداله الاصليه ديالي هي جوج زاد تي بلوزا صافي. دابا غادي نعوض بواحد او بواحد، دونك غادي يعطيني في الاخر هي جوج فاكتور راسين او بلوز ان موان راسين. مزيان، دابا غادي ندوزو لتمنية. الوغ لانتيغرال من دو سو من دو كاتر تي سو تخوا سوغ دو زيكس الين اكس لا بويسونس دو دي اكس. الوغ هنا خصك تلاحظ معايا هو ان هنايا ديما كيكون هاد الدروك هدا مخبع، دونك ديما كيتعطى على الشكل ديال هدا. بحال مثلا نعطيك مثلا شي عدد، مثلا نكتب هنايا مثال خمسة مثلا على اكس الين اكس. دونك كتعرفو نتوما لا ديريفي ديال الين هو واحد على اكس صافي. فين يمشي هي واحد على اكس سوري مبقاتش تخدم، يعني ان هاد واحد على اكس ان هاد اكس راه يمكن لك تطلع هنايا تكتبها هاد سوري ما بغاتش تكتب، يعني ان هاد خمسة خلي هنايا، ان هاد اكس كيمكن لي طلع فوق الى شكل واحد على اكس، وعاد تحت كيبقى لي الايلين اكس صافي. وني كطين على شكل اف بريم، يعني الايلين اف بريم على اف صافي. وشكون هي اف؟ هي الايلين اكس صافي شباب، هي الايلين اكس. مزيان، اذا هنايا دونك لاحظ معايا هنايا ثلاثة وهاد جوج حتى كونستو خرجو باش بقى مهني، وبالتالي اش غادي يطيك؟ غادي يطيك هنايا الايلين اكس اس اثنان. دونك هنا خصكم تلاحظوا ان فهاد اللحظه هادي مثلا فهاد اللحظه هادي كان عندنا اس واحد صافي، دونك يكون عندنا الداله الاصليه هي الايلين ديال داكشي، ولكن في اللحظه اللي كيكون عندنا ان كيخالف الواحد دونك السور مبغاش تكتب. دونك فاش كيكون ان كيخالف الواحد دونك ساك خدم القاعده ديالها اف بريم اف على بوسونس صافي. مزيان، دونك هنا عندي ان يخالف الواحد، وبالتالي نخدم اف بريم اف على بوسونس ا. يعني هاد الايلين اكس اس جوج نطلع من فوق ترجع هي الايلين اكس اس ناقص جوج. مزيان، وغادي تبقى لي واحد على اكس، واحد على اكس هي لا ديريفي ديال الايلين. اذا اف بريم اف على بوسونس ان ولا اف على بوسونس الفا هي اف على بوسونس الفا بلوز ان سور الفا بلوز ان صافي. يعني ان موان دو غادي نزيد عليها واحد شحال ترجع؟ ترجع ناقص واحد صافي. مزيان، دونك ناقص واحد يعني غادي ترجع لتحت، وغادي ترجع هي واحد للإيلين إكس صافي. ديك الساعة غادي نعاود من جوج لربعة. ألوغ غنبدا بربعة هنا، نعاود هادشي هذا كامل بربعة ناقص، عاود نعاود بجوج صافي. وكهادشي هذا اللي كان عندنا في هاد الإكزيرسيس هذا. كنتمنى يكون هاد الإكزيرسيس واضح ومفهوم. هاد الإكزيرسيس ماشي شي إكزيرسيس صعيب، يعني خدمنا غير داكشي ديال الكور وصافي صافي الشباب. دونك دابا نشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله اللي غادي نشوف فيه إكزيرسيس دو. دونك حاولوا تعملوا واحد المحاولة مع هاد الإكزيرسيس هذا. نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. تبارك الله عليكم.